على مشارف انتهاء، وان شاء الله ممكن نرجع تاني لو في وقت بعد ما نستمع للناس اللي موجوده. ونستمع الان للشاعر محمود عبد اللطيف على طول كده. ابو الحاج سعيد يا ثواني 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 لا لا مش انت خالص، انا تاهت معايا الاسماء. لا 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 محمود عبد اللطيف. طيب احنا عايزين برضو بعد ما خدنا الكم من الـ من الـ من المعلومات ديت وبرضو اتشدينا، برضو ممكن نعمل الموضوع نسمع طرب، نعمل فاصل ونرجع تاني نخش على الأرشاد. أنا الطرب كله. مين؟ استاذ محمد هودة. اتفضل استاذ محمد هودة اتفضل. أهلا بيك. حاجة من التراث بقى، يعني احنا في ليلة تراثية عن حاجة من التراث. معاك المايك. شغال؟ بس خليه بعيد شويه. عندك مجال فلاشه؟ لا لا مش عارف شغاله ازاي. على فكره في بس ايه، بس انا ما اعرفش شغاله. طب شوف كده ممكن لو جرب. الله ينور يا خير. الله يخليك يا عم. التقصيد الفن ده بدايه طبعا. سيبوا يا قلبي خصمك سيبوا، بكرة الشوق يناديه ويجيبوا، تترجى مين وهو مش سامع كلامك، وتقول لي مين وهو مش شايف غرامك، مسيره يرجع لذكرياته وبكرة يندم على اللي فاته. قربت أقول مليته من كتر ما ترجيته، مرضيش يسمعني مغرور، مرضيش يفهمني، حسيبه للأيام ويتعلم. الحب قادر قادر وقلوبنا تبقى عبيده، أنا مش هفرح فيه لما الشوق يناديه، أنا مش هفرح فيه لما الشوق يناديه، أنا بس هفكره في يوم ما قلت له كلام من كل قلبي يهديه يفهمه، ومرضيش مرضيش يسمعني مغرور، مرضيش يفهمني، حسيبه للأيام تعالي. الله، قصيدة بقى قصيدة بقى.